البنات، لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كي دوزتوا نهاركم بخير؟ مبروك عليكم هاد العواشر ان شاء الله، وهاد العشرين هذه ديال المغفره ان شاء الله. الله يغفر لنا ولجميع المسلمين يا ربي. اليوم البنات بغيت نشارك معكم الطريقه ديال الريب اللي كان نستعملها في الدار ديالي. عندنا يطرد الحليب، وعندنا واحد ياغورت فاني، وواحد ساشي فاني نيت، وسنيده جوج معالق، وسنيده على حسب ذوق كل واحد. يعني تقدري اللي كياخذ مسوس اللي عنده داء السكري، يعني يقدر يدير بدون سكر، والناس اللي كياكلوا شويه الحلاوه يديروا على قدر اللي بغاو. بالنسبه للبنات هاد الرايب هذا يعني ناجح في 100%، وما كي اذا ما فيش شي مقادير مكلفه، عندك غير يطرد الحليب. بالنسبه للحليب كناخذ نص لتر الاول كنغليه، وكنخليه غير يدفى، وكنزيد عليه نص لتر الثاني، وكنخلط العناصر كاملين. من بعد كنحطهم في الكاس، في الكيسان اللي غنخدم فيهم، اي كويسات صغارين ولا كبارين، شوفي على حسب الحجم اللي بغيتي. المهم خليكم معايا تشوفوا طريقه التحضير. البنات كما كتشوفوا انا درت الماء يطيب، ها هو طايب مزيان. حاجه وحده الكيسان يكونوا ناشفين عندكم، ما يكونوش فازقين باش ما يطرطقوش لكم. وبالنسبه للوقت، الا كنت بحال درتي في العشيه معطل، يعني تقدري تخليه يبات، ولا ما خليتيش يبات يعني تحسبيه 5 سوايع. بسم الله البنات، انا دابا انا كنبدا نحط في الكيسان، وبصراحه كيجي احسن ديال الزنقه، يعني كتعرفي شي حاجه وجدتها بيديك. المهم انا هاد الليله غنخليه ليله بايته، المهم غايبات عندي حتى الصباح ان شاء الله، ونوريكم الطريقه كيفاش النتيجه ديالو. البنات هانتوما من بعد ما دازت 5 سوايع، رديتو للثلاجه من برد مع هذاك الماء. هانتوما كتشوفوه هو عاقد، الصراحه كيصدق زوين وناجح 100%. هانتوما ندير معكم واحد التجربه بانه باقي غيشد راسو. هانتوما كتشوفوا هانت قلبت على كل جوج مرات وباقي عاقد. مهم كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا لكم على الدعم ديالكم والثقه ديالكم فيا. على السلامه.